لف النيل لف. احنا نزق في الدغري بعد الثورة. مفيش مناورة بس. مفيش بس؟ هو انت رجعت من السفر اتدفيت ولا ايه؟ يا عم ما اتدفيتش ولا حاجة. امسك يا رحيم. انا مش فاهمة ايه اللي جاب صلاح ده على الصبح؟ هو اللي داخل واللي خارج لاشق فوق دماغنا؟ فطار ده ولا حفلة؟ في ايه ايه يا مالك؟ ايه اللي حصل يعني؟ هو عمل لك ايه؟ ايه بت مالك في ايه؟ طهور جوز خالتك وحياتك مش علاقة من خارج فوق سطوح بيتكم ليه؟ ما تبطي يا اختي شوية. ما طول عمري بيبان الحرم نفذها على بعضيها مالك؟ يوه بقى. جرى ايه يا بنت؟ ما تهدي حسك شوية. لو اخوكي سمعك هي طربق البيت على اللي فيه. غوري. صلي على النبي يا اختي معلش. عليه الصلاة والسلام. ما هي لسه صغيرة برضو. بلا صغيرة بلا زفت بلا قلة أدب. البنت بكحة. اهدي اهدي. مين اللي عمل في كده يا وقت؟ انت مين؟ انت تعال. يلا والله ما قادره شبعت مش قادره يا ابو صلاح. ديهم خلاص ما تكسفيش ايدي بقى. يلا انا من امتى بس بكسف ايدك؟ يلا بالشفا ان شاء الله. خلاص الحمد لله. طمنيني بقى رجلك عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. ده انا كويسه قوي. ده كفايه ان انت يا اخويا قعدتك جنبي بالدنيا كلها. طب بذمتك مفيش اي حاجه مزعلك مني؟ يعني حاجه كده حاجه كده. احنا كلمنا في الموضوع ده كتير. انا ببقى كويسه ومبسوطه لما الاقيك كويس مش محتاج حاجه. وجوازك مضرنيش بالعكس ده ريح قلبي وخلاني ما شايلكش ذنب رقدتي ولا وقف حياتك معايا. بنت اصول طول عمرك وعارفه الصح والغلط. الله امال ايه؟ امال انا شايلك على راسي بقول ايه؟ وبعدين ما انت عارفه ولي انت اللي في القلب والجوه. طب عليا النعمه انا لو لفيت على نسوان الكون ده تمن هتفضل انت برضه جوايا ست الستات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير؟ جاي تكمل عليها؟ مش كفايه رقدتها؟ طب عليا النعمه ما حد جايب لها الكافيه الا عمايلك انت يا ابن الكلب. وبعدين جريات ياكش فاكر ان حاجه استاذن منك لما اجي داخل بيتي ولا اقعد مع مراتي؟ مراتك؟ مراتك بأمارت ايه؟ بأمارت ما انت راميها كده وداير كل شهر تتجوز بنت من دور عيالك؟ والنبي يا شيخ اسكت لحسن الواحد لو فتح في الكلام. صلاح اسكت. سيبيه يا ام صلاح. ما هو مش هيبطل النغمة الحمضانة دي اللي داري غنيها وراها في كل حتة. عيش دنيتك يا صلاح. عيش دنيتك وشوف مصلحتك. واللي بيني وبين امك ده انت مش هتفهمه يا حبيبي. عارف ليه؟ ليه؟ عشان مخك زنخ وجزمة قديمة. طب خف وزنك واتكل على الله. روح شوف مزاجك بعيد عننا. حل عننا. بس بقى يا صلاح ولا كلمة تانية. بس يا أم عشان ساكت بسببك انت والله. بسببها؟ لعلمك بقى اللي بيني وبين أمك ده صلاح هو اللي مصبرني عليك وعليها الطلاق بالتلاتة. أنا لو صبري نفد لأذيك وهزعلك زعل وحش قوي يا صلاح. قوم أخويا
وما اخويا قاعد جنب امك. كلكم ومسكوه جلدوه لحد ما احمرت البوبوس. صدق يا بلبل حياتهم يسموه بدل معوض الاسمر معوض الاحمر. العب يا دنيا. ده مين ده اللي بيطلبني؟ ازيك يا بنت يا حمدية؟ طب بالراحة بالراحة بس عشان افهم بتقول ايه. يا نهار ابو اسود خليكي عندك مسافة السكة وجيالك. انت سكت انت رايح فين يا ولية؟ خمسة خمسة وراجعة. خلص عددك وتك ولا اقولك خليك قاعد مسافة العلقة وراجعالك. صلاح ومخك جايين يا ولية. يا سيدي راجعة راجعة. الله خبيش عليك يا سيد، انا كنت خايف ترد زيارتي بعد اللي حصل. ليه يا معلم؟ انت داخل بيت جدالة يعني بيت كل اصول. وانا جاي اتم الاصول. انت ليك حق في رقبتي ومش هتحل منه غير باللي يرضيك. دم الرجاله ما بيتحل. في ايه يا احمد؟ مالك يا حبيبي؟ انت كويس؟ شايفه ايه؟ شايفه بصراحه يعني انك ما تزعلش. اللي حصل ده حاجه ممكن اي حد في الدنيا يتعرض لها. ما تكبرش الموضوع يعني بالطريقه دي. كبر الموضوع؟ انا حاسس ان انا عاجز ومربوط.